مرحبا بكم. العباد الكل تستنى في المباراة نتاع المنتخب التونسي كونتر المنتخب الموريتاني اللي باش تخلينا نعرفوا اسكو المنتخب التونسي باش يترشح للدوزيام تور نتاع كان مصر 2019. حسب رأيي كل الظروف في صالح المنتخب التونسي باش يترشح، لا تقول لي لا سخانة لا تيران لا ما فماش جوارات لا حد شيء. معناها الماتش باش تلعب 8 نتاع العشية تيران زربية كونتر منتخب موريتاني بكل احتراماتي ليه منتخب متواضع أول مرة يشارك، خسر 4-1 كونتر مالي وعمل 0-0 كونتر أنغولا في ماتش نوعا ما بالنسبة ليه يتسمى محترم. وأول نقطة في كاس افريقيا تفرجت عليه الماتش هذا، المنتخب هذا ما عندوش قوه هجوميه كبيره ياسر، كيف كيف في الميليور زين شويه الديفونس زاد زين، وعنده حارس مرمى وجول يعمل برشا اخطاء. صحيح الملاعبين تاع المنتخب الموريتاني تحس عندهم روح، تحس يحبوا يعملوا حاجه، اما هذيك حد امكانياتهم زاد ما ننساوش اللي هما معناها منتخب شاب كما قلت. دونك المنتخب التونسي ما عنده حتى مبرر باش يخسر الماتش هذايا، على الورق هو المؤهل باش يربح الماتش نتاعو. صحيح بن محمد باش يكور بما انه مضروب وغيلان عنده 2-0، اما ما عندك حتى مبرر، عندك ليفيكتيف الكامل والشامل باش تنجم تربح معناها الماتش هذايا نتاعك وتتعدى دوزيام تور. فمع بيت قاعده تحكي على حسابات تجي الاول والثاني والثالث، حسب رايي مازمناش نخمو اسكو نجيو الاول والثاني والثالث، ساعه اربح الماتش نتاعك ومن بعد تخمم على خاطر اللي باش تجي كونترهم يا تطيح كونتر معناها الكاميرون يا كوت ديفوار يا مصر، معناها ماكش هارب من ثلاثه جمعيات وثلاثه منتخبات كبرى. ألان جيريس مطالب باش يهبط التشكيله المثاليه، ما عندوش حتى حق باش يغلط في الماتش هذايا في التشكيله. اون برانسيب عرف الجوارات لعب معناها نومبر محترم تاع ماتشوات باش يخليه يعرف يهبط التشكيله الصحيحه. حسب رايي التشكيله لازمها تهبط ظاهره في الديفونس كما العاده، اريير دروا كشريد اريير جوش معناها الحدادي، ويلعب دو ميليو دو بيفو صخيري معاه فرجاني ساسي اللي قالوا مش ينجم يكمل ماتش كامل. بون يتصرف في نجم يهبط من عرش في البوست هذيك عنده العواضي، ويلعب 4-2-3-1 القدام يا الخنيسي يا شوات. بون بالخنيسي بما انه ماتش اللي فات عمل ماتش محترم، تحته بون الخزري ما تنجمش تنحيه، فما برشا صحيح انانيه في اللعبه نتاع الخزري، لازم يحكيوا معاه، لازم الخزري يعرف يوظف يحاول يوظف الامكانيات نتاعو لصالح المجموعه. اللي صار ما عندكش بون المساكني على اليسار واصرار فيه بصراحه معناها جوار انديسكوتابل لازم يكور بصراحه. بون صحيح على اليسار زاد سليتي تنجم تهبط سليتي، نخير يمكن سليتي خير سليتي حاضر اكثر، ومن بعد مسكني يهبطوا دوزيام ميتون. لازم تلعب بلوك مقدم تضغط عليها المنتخب الموريتاني، لازم معناها تبروفوكي ما نخليهوش يخرج كره صحيحه. عندنا الامكانيات الكل كما قلت باش نربحوهم وربي يستر. صحيح الورق المنتخب التونسي اقوى من المنتخب الموريتاني، اما ما لازمش نحقروه المنتخب هذا، لازم نعطيوه حقه، لازم معناها خدمه كبيره مونتال للجوارات كما قلت. الجوارات ما لازمش تستخف بالمنتخب هذا، كل ملاعب يلعب على حسب امكانياته يعطي قد ما ينجم. تماركي بونتو ويجي البونتو الثاني لازم تماركيه، معناها كان المنتخب الموريتاني ولا المباراه هذيك تستحق باش توفى 3-4 يزمك تماركيهم، ما عندكش الحق باش معناها ما تماركيش وتستخف ومن بعد تماركي بونتو وتوخر التالي وتلعب في اللعب الفرجوي. هذا معناها كان مشات معانا الكوره، ما معناها ما نتصورش اللي باش يصير هكا، بما انه معناها فما برشا حاجات في المنتخب بالونترنور هذايا مش ماشيه كما يلزم. الونترنور هذايا يغلط برشا، فهمت؟ الونترنور هذايا كما ديما نعاود نقولها جبان خواف ما يعملش الانيسياتيف. لزارير لازم تطلع، لزارير مع المنتخب الموريتاني لازم احنا لارير لازم يخلي لارير الاخر هو ديفونسي، مش انت تعمل ديفونس وهو يطلع ليك وانت تبدا تقرا له في حسابه. صحيح معناها تلعب على امكانياتك وعلى القوه نتاعك وتقرا حساب، معناها القوه نتاع المنتخب الموريتاني كان عنده بالرسمي حاجات معناها ينجم يوجعك بهم، لازم تحاول تحدهم له، اما ديما لازم تلعب على نقاط القوه نتاعك وما تحقرش روحك. دونك فرصه للجوارات المنتخب باش يلعبوا ماتش كبير، باش كيما نقولوا التصالح مع الجمهور اكثر، باش يقدموا لنا ماتش خير من الماتش اللي فات. معناها حاجه باهيه انه بون دخلنا في الدوره هذه بنيفو خايب برشا، من بعد النيفو ماشي ويتحسن، ان شاء الله الماتش نتاع هذا النيفو يتحسن اكثر، وكان ترشحوا الفورمه من ماتش لماتش تبدا تقدم. كيما قلت في الدور الثاني باش يجينا منتخب محترم وكبير برشا، دونك نترشحوا ربي يعمل في الدور الثاني بالتوفيق للمنتخب التونسي. ان شاء الله الجوارات تكون بالرسمي على قد المسؤوليه اللي عطيناها لهم، ماتش معناها كان يربحوه مش باش يدخلوا التاريخ، ماهيش اول مره تترشح تونس دوزيام تور. بون الدوره هذه ولات فيها ويتيام دو فينال، معناها
أبسط حاجة أنك تترشح بالتوفيق المنتخب التونسي زادة بالتوفيق المنتخب الموريتانيا اللي هو أول مرة يشارك. الله غالب طاحوا في مجموعة مش قوية برشا أما فيها منتخبات عندها معناها تاريخ وعندها تقاليد في الكرة الأفريقية. إن شاء الله لونترينور ما يغلطش باش يهبط التشكيلة نتاعه، وإن شاء الله كما قلت خدمة نتاع المونتال تكون خدمة صحيحة، وإن شاء الله نربحوا الماتش هذا ونترشحوا. الفيديو حتى لنا وفيه مربوحة المنتخب التونسي، نقول لكم السلام.